سمراد؟ جاي؟ نعم سمراد. شو هذا؟ بوكر. مهرب الشركة يا كي؟ لا مش مراد، هذا على الفيسبوك. وزع فيسبوك يا كي؟ هذا لا عم هيك متسلى. هيدي بتبلش سلايه، هيدي بتبلش سلايه، ما معك خبر انه هيدي بتبيعك ثيابك هيدي القمار؟ لك شو قصتك؟ لك شو بيصير لك؟ لك ساعة نسوان، ساعة حشيش، ساعة قمار، لك معقول افتح لك؟ وبالشركة كمان عم تلعب قمار؟ مش مراد بس هيدي على الفيسبوك. لك بلا ما تقول لي مسيو بلا بلوط؟ لحيدي بتخرب لك بيتك؟ لفكر بحالك عندك مستقبل؟ مسيو مراد بس هي مش بلوخ! عيب! اوكي مسيو مراد ما بيصير! اوكي مسيو مراد طلع لقدامي خرب بيتك! بدي ضلي اخلص منك من قصة لقصة لقصة! شو مرشد اجتماعي انا؟ برضو مسيو مراد ما بتفكر! مهرب الشركة بعد ناقصني! اوف هلكني هذا الولد كي، هلكني. بدي ضلني عليه ومشاكله، نساني شو بدي منه. ايه كي. نعم مسيو مراد. يا ابني نسيتني شو بدي منك. تعال عندي قبل. ايه كي، اجت حوالك الخشب من افريقيا؟ نعم وصل. قد ايه؟ 472,000 مسيو مراد. 470,000. جيب تشيك وتعال عندي. يلا حبيبي. حاضر. مسيو مراد؟ شو هولدن؟ نعم. بلعب هولدن؟ ايه هولدن. شو؟ هذا تشيك من مسيو بلغوص. مراد، يعني أنا بصراحة مضطر أعمل ريز 20,000. حكي. تفضل. فول. برا. أنا كمان. ليك معك ورق طعم، ما معك ورق ما تجي. أي نصيحة لك؟ جيتني طيب يا كادي؟ تمام مراد. اول ان. شو مركب؟ تشيك مسيو بلغوص. وهذا تشيك مسيو بلغوص. قد ايه هو هذا التشيك؟ 472,000. تفضل. شو معك؟ اول ان. هذا اول ان اخي. شو معك مسيو بلغوص؟ كي! عارف حالي شو عم بعمل. شو معك؟ جوزين. ولو مسيو مراد معك جوزين؟ ما في ستريت دروع على الارض. جوزين؟ شو سبعة وستين؟ على حسب منك مراد. اكيد معك 10 استاذ. ركب ستريت. كي اوعى شغلك! وش النحس! يا منيحك قاعد برافو حبيبي. ليك الليلة عندك بالبيت ولا عند مسيو بلغوص؟ عندي. ايوه. يلا على اللوتو، يلا على اللوتو. ليلة صعب، بكره صعب، يلا على اللوتو. اخر ورقة. اخر ورقة شو اربح يلا. يلا على اللوتو، 4 مليار وكسور، 4 مليار وكسور. استاذ. اخر ورقة، ان شاء الله تربح. يلا على اللوتو، اخر ورقة. لا شكرا ما ان شاء الله تربح من نصيبك، والله انا شايفها من نصيبك يا استاذ. 4 مليار وكسور، ب 1005 الورقة، ال 1000 2000، لأنه أنا واقف تحت الشيطة، الله يخليك. اخر ورقة يا استاذ. يا استاذ اسمع منه ونفعه، اخر ورقة. قد ايه صارت الجايزة؟ 4 مليار وكسور وحيد. استاذ. هيدي الورقة هيدي. شوف خيي يا استاذ. ما بعرف نفعه حرام. ما بلعب لوتو، ما بدي. يا استاذ، هيدي الورقة رح تربح. شو؟ هيدي الورقة رح تربح. انت اكيد رح تربح؟ اكيد رح تربح 100%. اذا اكيد رح تربح ليه ما بتلعبها انت وليه؟ روح يا عم روح. خالص. يلا على اللوتو. بتجيش غلطة. بلش لك اذا طلعت مقابلة حلوة ان شاء الله بركي بنحطها غداية فرد مرة. مينيموم. لأنه بيي عصم الله نحط له خروف على الأقل.
كنترول كنترول على خلي اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله خلاطه نحنا رايحين سلاطه تقدر تتفرج على الحل هي نسمع